قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن سعد سمير لاعب منتخب مصر سيغادر من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى مدينة غروزني الروسية مباشرة دون العودة برفقة المنتخب إلى القاهرة. وسيغادر سعد سمير مباشرة إلى روسيا لصعوبة استصدار تأشيرة دخول جديدة إذا ما أصدر له جواز سفر جديد بعد انتهاء فترة تجنيده مطلع الشهر الحالي. وقال اتحاد الكرة أيضا إن السلطات الروسية تفرض إصدار تأشيرة جديدة لأي جواز سفر جديد ولا تعتمد بالتأشيرات الممنوحة قبلا، ما تسبب في حرمان اللاعب من العودة للقاهرة. وتمكث بعثة منتخب مصر بالقاهرة يومي الجمعة والسبت فقط قبل أن ينطلق صباح الأحد المقبل إلى مدينة غروزني مقر الفريق في روسيا خلال نهائيات كأس العالم 2018. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.